مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وإليكم نشرتنا الجوية الخاصة بالملاحة والصيد البحري. نستهلها بإعلان برياح قوية متوقعة لمدة 24 ساعة بداية من هذا اليوم السبت 4 نوفمبر على الساعة 6 مساء بالتوقيت العالمي، ويهم شمال تونس وخليج قابس ثم شرق تونس، حيث تهب الريح جنوبية شرقية وتتجه إلى القطاع الغربي قوة 7 من سلم بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة. بعد الظهر إن شاء الله بشمال تونس يكون الطقس مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية. الريح شرقية جنوبية شرقية سرعتها بين 20 إلى 30 عقدة وتتجاوز 40 مع ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب. شرق تونس طقس مغيم جزئيا، والريح شرقية جنوبية شرقية سرعتها بين 15 إلى 25 عقدة تصل محليا إلى 30 آخر النهار. البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. بخليج قابس سحب قليلة مع ريح غربية جنوبية غربية سرعتها بين 20 إلى 30 وتصل إلى 40 في شكل هبات. البحر يكون شديد الاضطراب والرؤية تتراوح من ميل واحد إلى 4 أميال. خلال الليل إن شاء الله على شمال تونس يكون الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية. الريح جنوبية شرقية وتتجه إلى جنوبية غربية تكون بين 25 إلى 30 تتجاوز مؤقتا 40 مع ظهور سحب رعدية والبحر شديد الاضطراب. شرق تونس طقس مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية، والريح شرقية جنوبية شرقية ثم تتجه إلى غربية تكون من 20 إلى 30 عقدة وتتجاوز مؤقتا 40 مع السحب الرعدية والبحر مضطرب فشديد الاضطراب. بخليج قابس سحب قليلة مع ريح غربية جنوبية غربية من 20 إلى 30 عقدة تصل إلى 40 في شكل هبات والبحر يتواصل شديد الاضطراب. بالنسبة للرؤية خلال الليل تتراوح بين 4 أميال إلى ميل واحد. يوم الغد إن شاء الله بشمال تونس وخليج الحمامات سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية على شمال تونس. الريح من القطاع الغربي سرعتها بين 20 إلى 30 عقدة تتجه إلى القطاع الشمالي على خليج الحمامات. البحر شديد الاضطراب بشمال تونس ومضطرب فشديد الاضطراب بخليج الحمامات، والرؤية تتراوح من ميل واحد إلى 4 أميال. بمنطقة الشبه وخليج قابس سحب أحيانا كثيفة مع ريح من القطاع الغربي ثم من القطاع الشمالي سرعتها بين 20 إلى 30 عقدة والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب، أما الرؤية فتتراوح بين ميل واحد إلى 4 أميال. نمر لحركتي المد والجزر بميناء إصفاقس 25 سنتيمتر على الساعة 10 ليلا ودقيقة واحدة ومتر و 84 سنتيمتر على 4 صباحا وثلاث دقائق. ميناء قابس 50 سنتيمتر على الساعة 10 ليلا و 10 دقائق ومترا و 26 سنتيمتر على الساعة 4 صباحا و 17 دقيقة. ميناء جرجيس 19 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و 59 دقيقة ومتر و 6 سنتيمترات على الساعة 4 صباحا و 6 دقائق. لمزيد من المعلومات الاتصال بالموزع الصوتي أو زيارة موقع الويب. شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.